السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي مؤسسة النظام الطاقي، معكم سواح. حلقة جديدة من حلقات مؤسسة النظام الطاقي على اليوتيوب، أهلا بكم. الحلقة دي خاصة بالجلسة النارية للتخلص من جميع المشكلات والهموم ولزيادة الرزق والصحة وتحقيق الأهداف. الجلسة دي إن شاء الله هتكون أخطر من كل الجلسات السابقة. الناس اللي متابعانا اكيد سمعت الجلسات السابقه اللي نفذناها زي الاستغفار العميق وغيره وغيره، والحمد لله شافوا نتائج كتير كبيره. الجلسه دي بقى اخطر 100 مره، فعليا 100 مره اخطر، 100 مره من كل الجلسات السابقه. سترى عجبا لما تنفذ معانا الجلسه دي. طبعا هيكون مطلوب منك حاجتين، اول حاجه لازم انك انت تطمن وانك انت مشترك في قناة النظام الطاقي، فعل اشتراكك عشان يوصلك كل جديد، وفعل خاصية الجرس عشان تضمن انه يوصلك اشعار بكل الحلقات اللي بننزلها جديد. دي النقطة. النقطة الثانية ان اللي هيحصل لك اثناء الجلسة او بعد الجلسة او اثناء نومك وانت نايم في احلام او شيء او اثناء اليوم، التغيرات اللي بتحصل في يومك، كل ما يحصل حاجة ادخل واكتبها في تعليق مباشرة، وهيتم التفاعل معاك سواء منا او من الناس المتابعين ان شاء الله. ما تنساش انك انت قبل ما تبدأ في تنفيذ الجلسة لازم تختار انك انت تكون في مكان هادي، يفضل انك تسمعنا عن طريق سماعات الأذن، وتبدأ تشغل الجلسة وتنفذ معانا الخطوات أول بأول. يعني انت ممكن دلوقتي توقف الفيديو وتحضر هيدفون، أي سماعة عندك توصلها وتشوف مكان هادي، مكان تعرف تسترخي فيه، وتبدأ معانا أكبر وأعمق وأخطر وأقوى جلسة هتقدمها النظام الطاقي، الجلسة النارية. تذكر هذا الاسم، هتبحث عنه كتير عشان تسمع الفيديوهات دي أو الحلقة دي أو الجلسة دي كتير جدا. طبعا اللي هيسمع الجلسة دي هيستفيد، اللي هينفذها هيستفيد، اللي هينفذها كل يوم هيستفيد. على قد ما تقدر حاول تسمعها كتير، تنفذها كتير، خاصة أنا بفضل دايما الوقت اللي يكون قبل النوم، إنك أنت تخلص سماع الجلسة وتنفذها وبعدها مباشرة تنام وتسيب عقلك الباطن ينظف ويأهل نفسه للمرحلة الجديدة. مهما كان الوضع الآن، لو بتسمعني لأول مرة تقدر تكمل الجلسة وتسمعها وتنفذ معانا، ثم بعد كده تأهل نفسك إنك أنت تسمعها باسترخاء أكتر واسترخاء أكتر وأكتر وهكذا. زي ما قلت، الجلسة دي أتعهد أمام الله إن بكل الطرق أقدر أوصل بيكم وأوصل أنا نفسي معاكم لمرحلة أعلى ومرحلة أعمق ومرحلة أفضل. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم علشان نبدأ مع بعض تنفيذ أخطر جلسات مؤسسة النظام الطاقي في عام 2019. بسم الله. مهما كان وضعك، مهما كانت حالتك، مهما كان أنت عليك ديون، عندك مشاكل مالية، عندك مشاكل صحية، في مشكلة في الإنجاب، عندك أي مشكلة، مهما كانت عندك تعلق بأحد الأشخاص أو بأحد الأهداف والأحلام، مهما كانت حياتك، مهما كان وضعك المالي، مهما كان وضعك الاجتماعي، مهما كانت حالتك الصحية والنفسية، مهما كانت ظروفك، مهما كان دايرتك اللي انت فيها، اقول لك ابشر ابشر. الله موجود، عظيم، الله اقرب ليك من نفسك، الله يعطيك لانه هو خالقك، الله يحبك، ودي اقوى واشمل واكبر. في الجلسة دي انت هتسيب نفسك تسمع، تسترخي، تفهم، تردد وقت ما تحب ان احنا نردد بقلبنا، وتوصل معانا البر محبة، بر خير، بر امان. هتنفذ كل الخطوات اللي بقولها لك خطوة خطوة. اعرف انك انت بتنفيذك للجلسة دي مش بس بتحل جميع مشكلاتك، انت بتقضي على اي حاجة سلبية في حياتك، اي شيء سلبي حسد، سحر، اي شيء سلبي، مشكلات مضايقاك، اي شيء سلبي، حاجه نفسيه جواك، اي شيء سلبي بيحيطك انت بتقضي عليه، بتمحيه تماما، وبتفتح ابواب النور تخليها تتدفق داخلك. فركز ونفذ وتوكل على الله، وخلي دايما النيه نظيفه، خلي دايما النيه سليمه. لو في مشكله في النيه قبل ما تبدا الجلسه، وقف وما تسمعش وما تتابعش. نيتك جاهزة وجاهز انك انت تدخل من الباب، فاهلا بيك في رحاب النظام الطاقي. نبدأ مع بعض مرحلة اعمق وانضف، ونقول تاني بسم الله، نتوكل على الله، نبدأ تنفيذ الجلسة.
وانت بتسمعني هتاخد نفس عميق جدا، حاول انك انت تكتمه جواك على قد ما تقدر وتخرجه بهدوء شديد جدا. خرج النفس بهدوء، هتاخد نفس تاني أعمق تخليه يدور، تحس إنه بيدور جوه جسمك ويخرج تاني بهدوء. خرج النفس بهدوء، خد نفس تاني أعمق، اكتمه على قد ما تقدر. خرج النفس بهدوء، هتاخد نفس تاني أعمق، هتتخيل إن هو بيدخل على عينيك، وأول ما هيدخل على عينيك هتغمض عينيك ومش هتفتحها غير لما أقول لك فتح في آخر الجلسة. خد نفس عميق، غمض عينيك، تخيل إن النفس بيدور جوه رأسك حوالين عينيك، كل حاجة بتسترخي. خرج النفس بهدوء، هتحط ايدك على قلبك وتقول بسم الله، وانت بتاخد نفس حط ايدك على قلبك، تخيل ان النفس بيدخل على قلبك واضغط وقول بسم الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله. خرج النفس بهدوء، تاخد نفس تاني أعمق وإيدك تظل على قلبك، إيدك اليمين، خد نفس تاني أعمق، قول الله 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 لحد ما تخرج النفس خالص. الله 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 الله، خد نفس تاني أعمق، الله 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 الله، خرج النفس. خد نفس تاني أعمق، إيدك برضو على قلبك، الله 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 الله، خد نفس تاني أعمق، الله 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 الله، خد نفس تاني أعمق، الله 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 الله، نفس تاني أعمق، تخيل إن النفس هيدور كل جوه كل جسمك لحد ما يصل لأصابع قدمك، ثم يعود مرة أخرى ويخرج ببطء. اكتم النفس على قد ما تقدر عشان يفتت كل السلبيات اللي جواك. تخيل كأن في قشور بتتقشر على كل جسمك. خرج النفس بهدوء عشان يخرج وهو محمل بكل الأشياء السلبية دي ويطردها بره. خد نفس ثاني أعمق، خليه يدور في كل جسمك. خرج النفس بهدوء محملا بكل السلبيات. خد نفس ثاني أعمق،
خليه يدور في كل جسمك، خرج النفس بهدوء، ما تحاولش تتحكم في عقلك، خلي جسمك في استرخاء تام، ما تحاولش انك حتى تحرك اي شيء، استسلم تماما، خلي قلبك حاضر كأنه بيردد: اللهم أبطل أثر عين أصابت جسدا فأمرضت، وأصابت جمالا فشوهت، وأصابت شعرا فأسقطت، وأصابت قلبا فأحزنت، وفرقت زوجين ويتمت أطفال وأماتت أرواح. اللهم إنك قد أقدرت بعد خلقك على السحر والشر، ولكنك قد احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خذ نفس عميق، خليه يدور في كل جسمك، خرج النفس بهدوء، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. اللهم ابطل أثر عيني أصابت جسدا فأمرضت، وأصابت جمالا فشوهت، وأصابت شعرا فأسقطت، وأصابت قلبا فأحزنت، وفرقت زوجين ويتمت أطفال وأماتت أرواح. اللهم إنك قد أقدرت بعد خلقك على السحر والشر، ولكنك قد احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خذ نفس عميق، اكتم النفس على قد ما تقدر، خرج النفس بهدوء، خلي قلبك حاضر يردد: أستغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته، أستغفر الله العظيم من كل فرض تركته. تخيل كل حاجة من نطقها تتخيلها في عقلك، شوف ذنوبك واستغفر عنها. أستغفر الله العظيم من كل فرض تركته، أستغفر الله العظيم من كل إنسان ظلمته، أي إنسان أنت ظلمته، تكلمت عليه ظلمته، أخذت منه شيء ظلمته، أنك أذيته ظلمته، أي ظلم كان بسيط في نظرك أو كبير. أستغفر الله العظيم من كل إنسان ظلمته، 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 أستغفر الله العظيم من كل ظالم صاحبته. خطير جدا إنك تصاحب ظالم، أستغفر الله العظيم من كل ظالم صاحبته. الظالم ده ممكن يبقى ظالم لنفسه، شخص بيأذي نفسه وانت صاحبته وماشي معاه وموافق وسايبه يجرك لطريقه، او حتى لو انت ما رضيتش تمشي معاه في طريقه، انت مصاحبه بتعينه سواء نفسيا او معنويا سواء بالدعم، انت بتعينه. استغفر ربك على كل ظالم انت صاحبته، سواء كان ظالم لنفسه ظالم لغيره، استغفر ربنا على كل صاحب كان ظالم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ظالم صاحبته، استغفر الله العظيم من كل بر اجلته، اي بر، اي نيه خير هتتسوف وتاجل، استغفر الله العظيم من كل بر اجلته، استغفر الله العظيم من كل ناصح اهنته. اي شخص مهما كانت نيته جه نصحك في يوم نصيحه وانت اهنته، اهنته لان ما ينفعش حد ينصحك لان انت كبير. استغفر الله العظيم من كل ناصح اهنته، استغفر الله العظيم من كل زور نطقت به، استغفر الله العظيم من كل زور نطقت به، استغفر الله العظيم من كل زور نطقت به، استغفر الله العظيم من كل حق اضعته، سواء كان حقك انت وفرطت فيه وضيعته، او حق غيرك وانت كنت سبب في ضياعه. استغفر الله العظيم من كل حق اضعته، استغفر الله العظيم من كل وقت اهدرته، وقتك اللي بتهدره وتضيعه بدون اي منفعه لا ليك ولا لاسرتك ولا لاي حد. استغفر الله العظيم من كل وقت اهدرته، استغفر الله العظيم من كل ضمير قتلته، سواء كان ضميرك او ضمير حد
كان يقظ وانت قعدت تتسكن فيه وتموت فيه. استغفر الله العظيم من كل ضمير قتلته، استغفر الله العظيم من كل سر افشيته. يعني بتهيألي اكتر استغفار ده خاص بالبنات. استغفر الله العظيم من كل سر افشيته، استغفر الله العظيم من كل سر افشيته، استغفر الله العظيم من كل سر افشيته. اي سر، صاحبك او صاحبتك، اخوك، حد قال لك معلومه، قال لك حاجه تخصه، اي سر ائتمنك عليه احد وانت افشيته، ذنب عظيم، استغفر الله العظيم من كل سر افشيته، استغفر الله العظيم من كل وعد اخلفته، استغفر الله العظيم من كل وعد اخلفته، استغفر الله العظيم من كل وعد اخلفته، استغفر الله العظيم من كل عهد خنته، استغفر الله العظيم من كل امرئ خذلته، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ستر فضحته. استغفر، افتكر ذنوبك واستغفر عنها بقلبك. تخيل انك كل ما بتستغفر، كل ما الهاله اللي حوالين جسمك شعاع من نور يضيء اكتر، بينضف كل الاشياء السلبيه، بتطلع من جسمك، بتطلع من روحك، من قلبك، بتطلع من كل دايرتك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل حرام نظرت اليه، استغفر الله العظيم من كل حرام نظرت اليه. خلي عينك تنضف. استغفر الله العظيم من كل حرام نظرت اليه، استغفر الله العظيم من كل حرام نظرت اليه. عينك بتنضف. استغفر الله العظيم من كل حرام نظرت اليه، استغفر الله العظيم من كل لغو سمعته. سبت نفسك تسمع كلام عن الناس، حد جاي يحكي لك حاجه عن البنت الفلانيه، عن الرجل الفلاني، عن الشخص الفلاني، وكلام غلط وكلام خطأ، وتسمع تسمع تسمع، حتى لو ما شاركتش معاه فأنت شاركت بسماعك. نظف أذنك من كل شيء سلبي بتسمعه، نظف أذنك من حتى الألفاظ البذيئة اللي بقت منتشرة في الشوارع، نظف أذنك من كل شيء، قول أستغفر الله العظيم من كل لغو سمعته، ودنك بتنضف. أستغفر الله العظيم من كل لغو سمعته، أستغفر الله العظيم من كل لغو سمعته، أستغفر الله العظيم من كل لغو سمعته، أستغفر الله العظيم من كل شك أطعته، أستغفر الله العظيم من كل ظن لازمته، أستغفر الله العظيم من كل دين أهملته، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ما وعدتك به ثم عدت فيه من نفسي ولم أوفي به، أستغفر الله العظيم من كل ما وعدتك به ثم عدت فيه من نفسي ولم أوفي به، أستغفر الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي 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 فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم من كل قول صالح لم أعمل به وخالفته، أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم من كل نعمة أنعمت علي بها فاستعنت بها على معصيتك. رزقك سيارة، رزقك بيت، رزقك مال، رزقك صحة، شوف استخدامك لكل دول كان صح ولا غلط، عصيت بيها، كان ده شكرك لي ولا انت عملت ايه؟ فكر، راجع كل ذنوبك، استغفر. استغفر الله العظيم من كل نعمة أنعمت علي بها فاستعنت بها على معصيتك، استغفر الله العظيم من كل عمل أردت به وجهك فخالطني به غيرك، كل عمل كنت عامله لله، عايزه لله، وشيطان ضحك عليك وخدك في طريقه، خدك تاخد أجرك من الناس من كلمة عشان ده يقول ما شاء الله، وده يقول ربنا يزيد. أستغفر الله العظيم من كل فرض خالفته، أستغفر الله العظيم من كل فرض خالفته ومن كل بدعة اتبعتها، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم من كل مال اكتسبته بغير حق، أستغفر الله العظيم من كل مال اكتسبته بغير حق، أستغفر الله العظيم من كل مال اكتسبته بغير حق، أستغفر الله العظيم من كل مال اكتسبته بغير حق، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفرك ربي لتقصيري وقلة صبري،
أستغفرك ربي حتى تغفر لي وترحم ضعفي، أستغفرك ربي حتى ترزقني، أستغفرك ربي حتى ترزقني، أستغفرك ربي حتى ترضى عني وتدخلني جنتك، إنك أنت التواب الغفور. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم صلي على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار، مظهر الأنوار، مركز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عسرتي، واذهب حزني وحرصي، وكن لي وخذني إليك مني، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي، محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. خد نفس عميق جدا وحط ايدك اليمين على قلبك. يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم. خرج النفس ببطء شديد جدا. نفس تاني عميق. خلي النفس يدور في كل جسمك عشان يطلع يطرد كل الأشياء السلبية. خرج النفس ببطء. قلبك حاضر، عقلك حاضر. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فأكسره، وكن وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكسره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. نفس عميق. اكتب النفس على قد ما تقدر. تخيل إن في قشور، في أشياء كتير حوالين جسمك بتتفتت، بتنضف، بتروح. النور بيزيد فوق رأسك تاج وبيزيد حوالين جسمك. خد نفس تاني عميق وانت بتخرج، قول الله الله. نفس تاني عميق. شوف في عقلك كده ان في طريق، ده طريقك انت. طريقك ده فيه كتير صخور حاجز عنك الرزق، البركه، حاجز عنك الرضا، حاجز عنك الصحه. وانت بتخرج النفس كل الحاجات دي بتطير، والطريق بتحسه مريح جدا، مفتوح، شكله جميل. خرج النفس ببطء. نفس تاني عميق. اكتم النفس على قد ما تقدر وشوف نفس الطريق وهو نظيف تماما. خرج النفس ببطء شديد. اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. خد نفس عميق، خليه يدور حوالين جسمك وانت بتخرج النفس. قول الله، هيخرج محمل بالشوائب والسلبيات وكل شيء. انت انقى وفي استرخاء اعمق. خد نفس عميق تاني. اكتم نفس على قد ما تقدر وانت بتخرج النفس. قول الله الله.
خد نفس عميق تاني وردد الله 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 الله. خد نفس عميق خرج النفس بهدوء. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما من تشاء وتمنع من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. خذ نفس عميق قول الله الله. يا الله يا الله 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 الله. أسألك بحق من حقه عليك عظيم، أسألك بحق من حقه عليك عظيم، أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما حذرت من رزقك. الله 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 الله. أسألك بحق من حقه عليك عظيم، أسألك بحق من حقه عليك عظيم، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما حذرت من رزقك. خذ نفس عميق خرج النفس بهدوء. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هتاخد نفس عميق وفي خلال دقيقة هتدعي الكل من بيسمع الآن، هتدعي الكل من ارتبطت به طاقتك الآن عن طريق هذه الجلسة، كل شخص بيسمعك مهما كان لونه جنسه دينه وضعه، مهما كانت حياته، مهما كان هو إيه، هو إنسان خلقه رب العالمين، هتدعي له من قلبك بكل حاجة أنت عايزها زي ما انت عايزها لنفسك. ادعي لكل من بيسمع الجلسة، لكن قبلها ادعي لنفسك اولا، ادعي لي ثانيا، ادعي لكل من سمع الجلسة الان بالرزق والصحة والخير والبركة، ادعي له بالثبات والهداية، ادعي له بالقوة، ادعي له بالتمكين. خد نفس عميق وادعي لنفسك وادعي لكل حد بيسمع وادعي لي. خد نفس عميق ودعي بدون حتى ما تكون مركز مع كلامي. اللهم اغفر لنا جميعا ونجنا، اللهم اغفر لنا جميعا ونجنا، اللهم بارك في رزقنا، اللهم حقق أمنياتنا، اللهم أعطي كل طالب، اللهم أعطي كل سائل، اللهم أعطي كل محتاج، اللهم إن كان مريضا فاشفيه، وإن كان فقيرا فاغنيه، وإن كان محتاجا فاكفيه. اللهم أعطي لكل من سألك سؤاله، اللهم أعطي لكل من دعاك إجابة، اللهم سعد كل قلب، اللهم سعد كل قلب، اللهم سعد كل من حضر معنا في هذه الجلسة. اللهم أكرمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم انصرنا، اللهم اكتب لنا التمكين، اللهم اكتب لنا التمكين، اللهم اكتب لنا التمكين، إنك أنت الله 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 الله، إنك أنت الله 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 الله، إنك أنت الله 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 الله، إنك أنت الله 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 الله، إنك أنت الله 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 الله. خذ نفس عميق خرج النفس بهدوء.
خد نفس عميق تاني، خرج النفس بهدوء، خد نفس عميق، خرج النفس بهدوء، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب اغفر لي، 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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي، 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 ولكل من له حق علي، 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 أستغفرك، 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 خد نفس عميق. تخيل انه بيدخل في كل جسمك لحد اطراف اصابعك وبيرجع محمل بكل شيء خطأ، بكل مرض، بكل شيء سلبي، بكل شوائب بيطردها خارج جسمك. خرج النفس بهدوء، خد نفس تاني اعمق. تخيل الذنوب اللي انت وقعت فيها، تخيل اللي انت اصلا غرقان فيه الان وعايز تتوب عنه، وقول تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت أن لا أعود إلى هذا الذنب أبدا. تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود إلى هذا الذنب أبدا. تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على أن لا أعود إلى هذا الذنب أبدا. خذ نفس عميق. خرج النفس بهدوء، خد نفس تاني أعمق. خرج النفس بهدوء، الحمد لله، 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 الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله، 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 الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله، الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله، الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله، الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله، الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله، الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحبل، الحمد لله، الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله، الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله، الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله، الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله، 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 خذ نفس عميق. خرج النفس ببطء،
تاخد نفس تاني عميق، تشعر ان هو بيتكون في بطنك، ثم تخرجه وانت بتقول الله ببطء شديد. اكتم النفس على قد ما تقدر، خرج النفس ببطء. الله. خد نفس تاني عميق. خد نفس تاني أعمق. خرج النفس ببطء شديد وانت بتقول الله الله، وتاخد نفس هيدخل على أطراف أصابع قدمك. حاول تشوف خيالك وهو داخل، طريق مفتوح، جسمك نظيف، حالتك نظيفة، الهالة المحيطة بك نظيفة. أول ما هيلمس أصابع قدمك اليمين هيدخل على قدمك اليمين، أول ما يلمس الأصابع حرك أصابع رجلك قدمك اليمين، وهو خارج وأنت بتخرجه حرك رجلك اليمين أي حركة ولو بسيطة، رجلك اليمين فقط. نفس عميق، حرك أصابع قدمك اليمين، حرك النفس بهدوء وهو خارج رجلك اليمين هتتحرك. هتاخد نفس أعمق، هيدخل على رجلك الشمال، يحرك أصابع رجلك الشمال، ثم هو خارج أيضا هتتحرك. خد نفس عميق، خرج النفس بهدوء وحرك رجلك. هتاخد نفس عميق ويدخل على دراعك اليمين لحد أصابعك، وأصابعك تتحرك وهو خارج تحرك دراعك حركة خفيفة. خد نفس عميق، حرك أصابعك، خرج النفس بهدوء ودراعك اتحرك. خد نفس عميق يدخل على دراعك الشمال، خرج النفس بهدوء ودراعك اتحرك حركة بسيطة. خد نفس تاني أعمق يدور سريعا في كل جسمك، تشعر كأنك حاسس بجسمك الآن، حاسس بملمس الملابس اللي عليك وكل وضع أنت فيه. خد نفس عميق، خليك مغمض عينيك. خد نفس عميق، خرج النفس بهدوء، هتاخد نفس عميق يدخل على رأسك، يدور في رأسك ويدور في عينك، وهو خارج النفس هتفتح عينيك وكده أنت فقت. خد نفس عميق، خرج النفس فتح عينيك، قول الحمد لله، قولها منطوقة، قولها بلسانك. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أهلا بيك تاني. الجلسة دي هتشوف نتيجتها وبشكل سريع، الجلسة دي هتشوف نتيجتها وبشكل سريع، هتتجلى النتائج والأهداف في حياتك. كل حاجة حصلت أثناء الجلسة اكتبها، وكل حاجة هتحصل بعد الجلسة اكتبها، كل حاجة هتشوفها في نومك هتشوفها في أثناء يومك اكتبها. خليك دايما ادخل واكتب، وما تنساش كل ما تفتح الجلسة ادعي لنفسك، ادعي لي، ادعي لكل شخص سمع الجلسة دي سواء كان قاصد أو بالخطأ، ادعي لكل الناس، ادعي وبقلبك، ادعي وانت حاطط في دماغك انك تدعي لنفسك. يعني شوف لو انت الدعوة دي ليك انت هتدعيها ازاي وعايزها ازاي بكل قوة. لو عملت كده وانت بتدعي لي وبتدعي لكل من سمع، برضو انا هعملها لكل من سمع وهو لكل من سمع، فهتجيلك النتائج بشكل اقوى. يعني فيما معناه انك ما تدعيش وانت مش مضطر كده، ما تدعيش وانت عادي، لا ادعي بقوة، ادعي
بروح، ادعي بقلب، انك كانك يعني عايز فعلا الحاجه دي تتحقق للشخص اللي انت بتدعي له الان، للناس اللي بيسمعوا، للناس الموجودين. ثاني حاجه تقدر تشارك الجلسه دي واتساب، فيسبوك، تويتر، انستغرام، في اي مكان. ادعي غيرك يدخل ياخد من نفس الخير، ادعي غيرك يدخل ياخد من نفس الخير، وهو لما يدخل ياخد من نفس الخير هيدعي معانا برضه بظهر الغيب، وهيبعت لغيره، وهكذا وهكذا، وتظل الجلسة طوال ما هي موجودة إلى أن يشاء الله. شوف أنت إيه اللي بيوصلك من طاقة من ناس لا تعرفهم، لا شفت شكلهم ولا تعرف بلدهم ولا تعرفهم ولا تعرف عنهم أي حاجة، ناس زيهم زيك عابر سبيل، قابلته الجلسة، وصلته الجلسة في أي شيء، نفذ وسمع معانا ودعمنا من طاقته ودعمناه من طاقتنا. ربنا يزيدنا، ربنا يغنينا، ربنا يحمينا. ما تنساش الأول، أنا آسف لو طبعا كان في إعلانات بتقطعكم، أنا وأنا بسجل لسه الآن عارف إن في إعلانات هتقطعكم، لأنه زي ما قلت كتير مرانا وتكرارا، أرجوكم ما حدش يزعل، مؤسسة بتتطور وبتكبر وفي ناس كتير موجودين، الناس دي ليها مستحقات وليها وليها وليها، فبالتالي المؤسسة بتصرف من كذا عناصر كتير، من ضمنهم عناصر الإعلانات، لأن العنصر ده قوي جدا في المؤسسة بتتحقق منه برضو أرباح. لكن إحنا الناس، كل الناس اللي هي في قناة بتتعمل، هتكون قناة خاصة مغلقة هيتحط فيها كل الجلسات دي، لكن ده هيكون باشتراك سنوي. تفاصيلها حتى وتفاصيل الاشتراك فيها عن طريق الرقم اللي هو الواتساب اللي ظاهر، عن طريق الواتساب دي هينزل عليها كل الجلسات من غير اي اعلانات، تمام. تاني حاجة، كل الناس اللي هي عملاء عندنا يقدروا ان هم هيشتركوا في القناة الجديدة ديت مجانا، طالما ان هو عميل حاصل على اي خدمة من الخدمات بتاعة المؤسسة، فما حدش يتضايق، ارجوكم ساعدونا، ارجوكم بكل اريحية اقبلوا الامر، وان شاء الله كل حاجة ربنا هيلطفها. اكون شاكر ليكم على دعمكم مبدئيا للجلسة دي، وأكون شاكر ليكم على دعاكم، وده اللي يهمني في الموضوع كله، ولله طبعا الشاهد، والله شاهد طبعا على النوايا. أكون شاكر ليكم على محبتكم، لأن فعلا أنا بتمنى ده، إن دايما أكون في قلوبكم. شكرا ليكم، وما تنسوش تتابعونا، ما تنسوش تشاروا الجلسة للغير على قد ما تقدروا، وما تنسوش تشاركونا كل لحظاتكم وتقولوا ايه اللي حصل معاكم اثناء الجلسة وبعد الجلسة واثناء نومكم وفي يومكم، كل حاجة اكتبوها لنا هنا. اي تفاصيل خاصة بالمؤسسة، اي حد عايز ينضم لاي حاجة في المؤسسة يقدر يتواصل عن طريق البيانات اللي ظهر امامكم على الشاشة الان او في تفاصيل الفيديو. نلتقي على خير في حلقات قادمة قوية، نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.